فيديو إيه مكان عكسه وانين لبها وين قبة منا ما ذي حبي وصلاح إسا وشان لين إسا وهاجين إسا منا لوجه بيد خيسا وعارك إسا جالا الكسر لو هذا يوتيوب كان توي شو وحنا جالا الله لايك سبسكرايب يا شير بنات هذا صحيح بدأ لو ذاك جالا برامج كان ما أنت وحنا كسر قاضين إن فيديو يكل دون ومركزي وحوي عن كسر قاضني وحوي برامج شذا مركا بالآن نقولنا فيديو ياس بعدين يجينا فيديو هو رئيس وقادنا نجلا يال وحوي دس فرب بدن بقولنا ما هذا مجال هذا موضوع شو واحد اللي هي ميدت كتير سمران تصارع مكافي فيديو عن الدعوانة إنه وحارك كرسا فيديو مكاجيس كأك الدعوانة صو دس فرب بدن أيام كرسا للدوج هي وقبورتي ولا بدجو ويراصدن قفا ما نقوله للدوج هي واللي بحل لو بدجو مركا لما قياس كرايا دس كرنت تبع اللي عنو أجن مركا This is not only one person. I'm talking to you. I'm not mentioning the group. But all of them are subman. So to me, what they mean, and they have made a connection. It's just a joke. You cannot believe into me. So can Subhanallah. Subhanallah. Inna Allahu Akbar. What's the other one? Subhanallah. Inna Allahu Inna Ilayhi Raji'un. We are subdun qaf ayah marqura lo wadu bahiya. نيجا مركا وكميديا دتك هلذي مكرنا ساي كأني هلكا وحدوه هاي بعد موضوع شو ورقة ما نهاية تصفر بضم بعد ما نهاية مكرنا ساي وأنا كورونا فيروس لكن دتكم مفهوم سنة كمان الدكتورة وسيد داونا في فيديو دقت كلو بلاوي نقطة مكان قط كلو بلاوي نقطة أنت نقط كلو بلاوي نقطة لا هي لو عبادة قاتو لا هي لو عبادة قاتو میدید که ساسه او یعنی لرک او جیتا جاله یال او فیدیو لو دو بایو مکرد تکیو اتنم بایابن فیدیو او ارکرس ها او حاسو اتنم او حلوق دا یادت میتا ها دنتی او احنا حسود مدسد وکال سومالی مجر و قرشت دیار گروه اه او غابورا هرالو مکسی سمیو مرکا قدد کاس ایم کلو دا قد های او گیران ست نقف جا مرقورا لو دوگا یا مرقورا مرکا علاقا یا با این گل كلن ده حيا قلقة على كاره طهر كسيدو كلبتنا إبابة عبدك مركا دتك سيداس كوسحتان فيديو كان آدم وروح ماضي وحنك على فيسبوك تبين هالك اسمه كسوق قاضي سمركا جاليال أن إذن له ده جو وحن رجينا لفتي سيدو كلا إن وقوم روجي سنتين دبعتاس وحن عشت من دتك سوام على جوا كم برارك سنة لما نصعدان وعي هذا دتفر بدون هلودو دنتين أجر أنا هذا إذا الله هذا إمس قف أو أنا قانع دنتين ودتك أنا وقرابة هذا فيسبوك بركان قال أوكر والله قصوا قالوا تحسيده ما هو بدت بعد أنت هذا ساكة إذا تحسيبه قراي أنا لا دت كده أنتين وقرابة أنا قراي كومنتس يعني أنت كلا سومالي ده أعرف أقول وكبر ذيكين مرك دت كي وابه باي دت كي رحان قد منا لكن هذانا الشيء ما يو حارض على جمهور خبو مع واحد دولة فترة كلفتي هذا ما قاعد يشوفته مو رسمي مع تصالة دولد وحكمه ورهيسه دتك انت مجرد الصومالية فايل بحناي هبل هبل عاد انتي سابطو انتي وحقود انتي يا قبورت اللي قدوي اللامبر وحبه مال تعمر كم انه دو حيته هدت فرب دعا لما انا هيا سابطا ان لو داقا هنا وحوي فيديو وقا انا انتصه وحماشا كتيرا جاليال جاليال وحكا الله انا حرز دتكاس يعني كاسي سعونا ايه فيديو كلا ايان اود بينا وحكو سابسين هاي لان يرو سيد فيديو ايمكا بعد عركيسه وأنا برسان هيا دليلنا دليلين هيا وحركة السامر كده ننتاس إن مكرنا سواه وجاليال لو هست محاسو مويسين معن سوق قادو هي محاسو مويسين بلو هستا ننتاس ده كله قبل على سعته بدأ أي جرين مركا فيديو وأن بره بالشدة أتبوه قبصي وضد فربنا بسيابك كل دون واحد هيا مركا سؤال شو سويدين تبغى محي تقف كده سوم وايو وسوم وايو إلى هاي بقوله حيات يدولد ينام لومرا أدي ده كله قرحة سرتون أقف في كسوم وياه توجر لكن ده الشعب إن ده الشعب هو كلام حق كسوم ويسكو إريدان ما قال ما بدش يقول هذا وأرن لقح مع ضد طبعا فيديو وأرك رسان وقع بلنوي لإريان هيو أو ما قال نساي وحوي للي ما حق كسوم ويسن ما حق دين دين سلطان قل بالا الله قرع حيا قل بالا قرع أرك رسان وشا قل وين وبيبقى سلاح شو وقل وين وأرك رسان يلا ندعها يا فيديو كاوي اوكي جالا يا فيديو كلون وجود بينه وحوي متكا عركيسه فيديو متكا عركيسه وانين لبا حوينا قبا منا ما دحي بي صلاحيسا وشنلينيسا وهاجينيسا منا لوغي بي دخيسا واركايسان فيديو
marka lugu wagaajinaysa Allah oo qabarnimadaas ee baa noo sahlo dalayaal nin walba iska jecel yahay nolosha macaan oo gale ee arkareysaan bal arki waxa waa loo korna waa loo wada hoosna lugina waa laga dhaqaya madaxina waa loo shanleynaya ninkan way u ahaatay ayaan u leenahay jaalayaal fiidiyogaas ayaa marka waxa weeye aan ku soo qaadanayna sidoo kale fiidiyoga kale aan soo qaadanayna jaalayaal baraha bulshada ayaan ku soo qaadanayay wii ma aragtay naag wax meerinayso hadda waxaan aragnaa nin naas uu sanahaya odayaasha ama nin kale wadaadayay in markaa uu meeriyo laakiin halkan waxaan ka arkaynaa fiidiyoga gabar wax meerinaysa fiidiyo uu arki karaysa gabadha maxamed oo calaa alihi wa saxbihi ajmaciin yaqul allahu caza wajal ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة جعلك الله إياها أزواج صالحين ورزقكم الذرية الصالحة waa maqlaysaan waa ducayso waxay tiri saaq ulaad wanaagsan alaala idinku irsaaqo markaa qof haweeneeya ayaa magaranaysa meherinaysa dabcan waxaan la yaqaan hada jeer raggu inay meheriyaan oo markaa waxa weye gabar walba iyo markaa wiil walba iskuulsanahaya ama ayadu ha joogto ama magaranaysa wakiilkeedu aabaheeda ama walaalkeedii ha joogay marka laakiin halkan waxaan ku aragnaa gabar baa wax meherinaysa arintaana magaranaysa waxa uu ka mid tahay waxyaabaha baraha bulshada qabsaday si weynna loo hadlayo oo laleeyahay war arrinta tani maxay ahayd magaranaysa jaalayaal marka gabadha tan marka waa arki karaysaan iyada ayaa markaasi jaalayaal samaysay meherintaas laakiin su-aasha isweydiinta badan waxa ay tahay gabar meherkii ay samaysay macan saxahaya garan mayno taas arrimaha diinta ayay la xiriirtaa maadaama anagu culimo waaweyn oo kutuba loo soo fariistaananahay waxba ka dhimayn fiidiyoga kale ayaan u gudbaynaa nin baa waxa usoo waxaya umul oo wayaadka umul la yiraahdo wahaabiga oo taqaanaan yaa soo wacaya dabadeedna waxa uu leeyahay maalin ramadaan iyadoo lagu jira ramadaanka gabar telefoon kala sheekaysan kara haya ayuu leeyahay iyadoo ramadaan tahay waa xilligaan intaan joogno kale maantoo kale oo ramadaana gabar telefoon miyaan kala sheekaysan karaya su-aasha sidaa weye sheekh umul markaa muxuu ku jawaab jaalayaal aanu dhegaysanna muxuu leeyahay sheekh sheekh ninkan wuxuu leeyahay aniga oo sooman ramadaankiina waa soo dhow yahay gabar mobayl ma kala sheekaysan karaa bismi illahi raxmaan raxiim adoon soo marayn baadan kala sheekaysan kara adoon soo mabalkeeda iska badaa gabadha sheekadeeda maxaa ka rabta maxaa kaa galay maxaase kaaga maqan waa maqlaysan jaalayaal sheekh waxa uu leeyahay gabar sheekadeeda maxaa kaa galay maxaa kaaga maqan meel kale uu la boogo dabcan gabar sheekadeeda lagama maarmo wax badanaana nooga maqan waana loo baahan yahay sheekadu waa muhiim laba qof inay sheekaystaan la is-afkarto laga wada hadlo aaday muhiim u tahay laakiin dhibaatadu waxay ka tahay intaa sheekhu su-aasha kama jawaabin marka lalama hadla su-aasha inta hore uu ku yiri wuxuu yidhi marka horaaba la hadli karinba yacni qaabkaasina diin xataa maahan waa qaabka carabta carabta waxay sameeyaan gabdhaha iyo wiilasha inay ka celiyaan aada u kala ilaarshaan wiilkii gabadhu uu wada hadli karaan shukaansiga marka uu yahay shukaansiga la ogol yahay jir tusa gacma taabasho ee gacan geliis uusan lahayn wiil gabadha ula sheekaysan karaa waa ku rabaa may rabtaa maxaanu yeelnaa sideen yeelnaa sidaa iskugu dhimaanaa wadahadalku ma xuma waa arrin wanaagsan waana arrin fiican oo lasoo dhaweeyo mararka qaarna way dhacdaa dadka culimmadaha marka su-aalaha ka jawaabahan si saxa uguma jawaabaan su-aashii la weydiiyey oo ahayd ramadaanka gabar telefoon kula hadli karaa toos uguma usa jawaabay si dadban ayuu uga jawaabay gabadha dhab inaa la hadashaanaan diidanaha ayuu yidhi dabcan dhaqankaasna dhaqanka carbeed wey annaga dhaqanka soomaalida aan leenahay waxa weye gabdhaha waa lala sheekaystaa ama telefoon kala hadal ama toos ula hadal hadal wanaagsanna waa lagula hadla labada qofna way iscalmo karaan laakiin ramadaan telefoon ma lagula hadli karaa gabar dabcan aniga garan maayo waxna kama dhigi karo arrimahaas diinta laakiin sheekhu sida xoogaa uu su-aasha u yiri ima cajabin dabcan aniga shaqsiyan maadaama bulsho fara badan sheekh ay ku xiran tahay oo dhegeysanayso aanu bulshada uga faa'iideeya mararka qaar xataa uu ku daraa cilmiga inta uu leeyahay sida ay muhiimka tahay bulshada inay wada xiriirto tusaale wiil iyo gabar walba waxay u joogaan guri inay dhisaan ama gabar hadda gabarho weligeed la guusa ha noqoto ama gabar garooba ha noqoto mar walba gabadhu guriga u joogtaa ninay sugaysaa wiilka haddaysa wada hadleen ama wiilka usa telefoonku wicin ama iyadoo aysan la xiriirin see loo dhammeyn arrimaha
marka dadku in garanaysa la niyad jabiyo oo la wareeriyana ma fiicna. Qofka wadaadka ah ama anigoo kale ah oo saxafi oo halkan fadhiyo dadka la hadlay waa inuu u sheega mar walba sida wanaagsan. Jaalayaal, fiidiyoyadaas ayaan kusoo qaadanayna barnaamijkeena Antonio Show, waxaana jeclaan lahaa marka saaxiib subscribe haddii isku weyn subscribe dheh, like tahanaga maamin commentskan nagu sheeg maxay adiga kula tahay jaalle. Inta aan dudamba u kulmi doono Antonio, waxaan leeyahay sida ay nabadgelyo jaalayaal.